Whether you are Jewish or a Palestinian, you will never find peace. You will never accomplish peace. You will never live peace ever until you acknowledge that the son that was crucified on that hilltop called Calvary was Jesus Christ of Nazareth. Until the day that comes, that both Jews and Muslims acknowledge Jesus was crucified on Calvary, there will be no peace in Israel, period. بسم الله أبو الابن والروح القدس الإله الواحد أمين. برحب بكم في كنيسة القديسين العظيمين القديس الأنبا موسى الأسود والقديس الأنبا إبراهام أسقف الفيوم. النهاردة الفيستيفال السنوي، المعرض السنوي للكنيسة، تقريبا 11، لأن احنا بدينا الخدمة في الكنيسة هنا سنة 2011
والنهاردة سنة 23، يعني 12 سنة فيهم سنة طبعا بتاعت الكورونا ما عملناش فيستيفال، لكن ال 11 ده وبيبقى دايما معرض جميل مفيد، بيعرف ناس كتير من غير الأقباط ومن غير المصريين على الكنيسة. بيبقى فيه مجموعات بتعمل تورز، يعني من الشباب الانجليش سبيكر بيلفوا في الكنيسة مع الناس الضيوف، يعرفوهم الكنيسة ويكلموهم على الكنيسة القبطية، يشرحوا لهم يعني بعض ببساطة كده بعض عقائدنا وبعض طقوسنا وأصلنا إيه، وإن احنا كنيسة رسولية، بيديهم فكرة عن الكنيسة. فمعتاد إن دايما بنعمل المعرض ده لفايدة مهمة من ضمن الفوائد، وبعرف حتى الأقباط نفسهم اللي ما كانش يعرفوا الكنيسة كمكان طبعا يعرفوا، ممكن يكونوا قريبين علينا وما يعرفوش، بيعرفوا من مناسبات زي كده وبيندقوا ينضموا للكنيسة. الكنيسة تأسست بنعمة ربنا سنة 2005، بدأت الكنيسة في أيام المتنيح أبونا بشوي ديمتري كاهن كنيسة الست العذراء إست برونزويك، لما العذراء اتزحمت جدا هو اللي طلب من ناس مقيمين في المناطق دي انه يبدأوا يأسسوا كنيسة تانية، وعلى رأسهم كان المتنيح الدكتور مجدي غالي، كان انسان عظيم الله ينيح نفسه، هو اللي طلب منه ابونا انه يدوروا على مكان يبدأوا، فدوروا على مكان في ساوث بلينفيلد بدأوا فيه، اجروا الكنيسة من 2005. أنا ربنا دعاني للخدمة، أنا طبعا أبونا مرقص عبد المسيح أو مرقص القمص، ربنا دعاني للخدمة في الكنيسة هنا في أكتوبر 3 2009 في الكنيسة المؤجرة في ساوث بلينفيلد. وبعدين ربنا ادانا الكنيسة دي من يوم 20 أبريل 2011، ده كان يوم 4 البسخة، وبدينا نصلي في الكنيسة دي وكملنا الخدمة فيها. طبعا قبلنا بعض الأباء قاموا بالخدمة من بعد أبونا بشوي ديمتري، أباء من كنيسة العذراء إست برونزويك، وبعدين تحمل المسؤولية بصفة شبه كاملة أبونا يوسف حليم من بيلفيل، وبعدين ربنا ائتمني أنا على هذه الكنيسة. بعد فترة ربنا أرسل إلينا أب مبارك من أولاد الكنيسة، شاب جميل و English speaker وعربي والكالتشر American culture وإيجيبشن برضو، متربي في أسرة قبطية جميلة. ربنا ادهونا أبونا جريجوري هنا بيخدم معانا، كل الناس بتحبه والشباب بيحبوه والأطفال بيحبوه، كان سند كبير في الكنيسة هنا وعلى إيده الكنيسة نمت وبقت كنيسة جميلة. النهاردة احنا في الكنيسة دي من أبريل 20 أبريل 2011 إلى النهاردة أكتوبر 7 2023، يعني أكتر من 12 سنة. نشكر ربنا الكنيسة اتسعت وامتدت العدد، نشكر ربنا زاد الخدام اللي في الكنيسة، خدام مباركين، خدام وخادمات وشمامسة ومجلس الكنيسة، ناس أفاضل سواء السابقين اللي أسسوا أو الحاليين اللي بيخدموا معانا، بيبذلوا مجهود كبير قوي في الكنيسة. الحقيقة شعب مبارك يعني دايما بنفتخر بيها أنا وأبونا ونشكر ربنا عليه ونقول إن احنا منستاهلش خدمتهم. ربنا يديم نجاح الكنيسة ونمو الكنيسة، ودايما تكون في خدمة ولادنا، تحافظ عليهم في الأيام اللي احنا فيها دي وصعوباتها اللي احنا كلنا حاسين بيها، تكون سبب بركة للولاد الأطفال الشباب والبنات للأسر لينا كلنا، وربنا يدينا احنا كمان نخدم ونرد مجهود الناس اللي بيتعبوا معانا في خدمة الكنيسة. أشكركم على محبتكم وأتمنى صلواتكم ودعواتكم، وأتمنى اللي حب يزور الكنيسة ناخد بركته. الكنيسة بتاعتنا العنوان بتاعها 40 ديفيدسون رود بسكاتاوي نيو جيرسي 088454. شكرا، ربنا يحافظ عليكم وكون معاكم، أمين. Beautiful event.
And you know, the annual festival that we have in our church is to serve our Coptic youth and our Coptic community, as well as to serve the community of Piscataway, New Jersey. And we pray that God continues to bless this endeavor for many years through the intercession of the Holy Virgin, the Theotokos, St. Mary, and the prayers of His Holiness Pope Tawadros, and the prayers and blessing of His Grace Bishop Gabriel. May God bless this endeavor and bless this church and every congregant member and all of our youth throughout all of the world. And may God protect His church and protect His youth and His children throughout all of the world. Amen. اهلا وسهلا بكم في معرضنا في كنيسة الأنبا موسى والأنبا ابراهام بسكتاوي. كنيستنا حلوة جميلة، حلوة بأبائها، أبونا مرقس وأبونا جريجوري. ده المعرض العاشر لينا. الحقيقة كنيستنا جميلة بناسها، بخدامها، بشعبها، بكل أحبائها وضيوفها. الكل بيعمل بروح واحدة، بقلب واحد، والعمل الناجح دايما علشان احنا كنيسة واحدة جماعة رسولية فلازم يكون ناجح. الحقيقة المعروضات جميلة، الأكل حلو قوي، عندنا الفيندرز ناس حلوين جدا، وعندنا كمان سحب على الرافلز بتاعتنا. فخورة بكنيستنا. قدس أبونا مرقس بيبقى بيحرص دايما على ان يروح دايما افتقاد لكل ناس مع أبونا جريجوري. أبونا مرقس بالذات كمان مع خدمة السينيور، فخورة جدا ان انا بشتغل معاه في خدمة السينيور وافتقاد السينيور. وكمان أبونا جريجوري للناس الشباب دايما بيحرص المرعاة، يعني هما بي 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 بيخدموا الاثنين جميع الفئات. بس بجد احنا فخورين جدا بيهم. يا رب بركة الأنبا موسى والأنبا ابراهام تكون معانا جميعا، تفرح كل قلوبنا وتحقق الأماني وعقبال كل مرة. أنا اسمي ماجدة ساويروس، كنيسة الأنبا موسى والأنبا ابراهام بسكتاوي. مساء الخير اعزائي المشاهدين برنامج اولاد الملك. النهارده معانا ومعاكم حكايه جديده، قصه جديده، مشكله جديده من مشاكل اخواتنا اخوات الرب. هنعرف مع بعضينا ايه قصتها وايه حكايتها. نتعرف عليكي مريم. ست مريم، عايزين نعرف مشكلتك من اول. مشكلتي معايا ثلاث بنات جوزاهم، وجيت في الرابعه ما قدرتش اجيب اي حاجه. انت جوزك عايش؟ عايش، بس عمل حادثه على الدائري ورجلي مقطوعه. كان شغال رايح على شغله فاعل. فاعل؟ اه. كان شغال فاعل و عربية خبطته وراح عمل حادثة على الدائري. وعمل حادثة على الدائري. طبعا احنا في صور
انت وريتهاني. اه دي صعبه خالص. انا هطلع بعض الصور منها، مش هقدر اطلع الصور كلها لان بجد صعبه قوي. انا شايف ان هو تم بتر جيرو كيلو بتر كامل. وانا عليا حاجات كتيره، بنتي اتخطبت كذا مره واتسابت، وانا خايفه عليها تمشي. خطبت المره دي وانا عايزاكم تساعدوني عشان اجيب اي الحاجات اللي عليا. انا مش جايبه اي حاجه عشان لسه مطلعه اخواتها ثلاثه، والعيشه صعبه. عندك اربع بنات؟ اه. جوزت ثلاثه والبقى الاخيره دي، الاخيره دي مش عارفه اجيب لها اي حاجه، كل حاجه ناقصه. هو بقاله 5 سنين عامل حادثه؟ خمس سنين. اه. قبل الخمس سنين كانت عيشتنا حلوه كويسه. وجوزت ثلاث بنات؟ جوزت ثلاث بنات، وفاضله الرابعه دي مش جايبه لها اي حاجه. طيب انت عايزه ايه؟ عايزه الثلاجه والبوتاجاز والغساله والشاشه وبقيه الحاجه بتاعتها. ده اللي عليكي؟ اه. عليا مواعين ما جبتهاش، عليا بطاطين مفارش، كل ده عليا لسه ما جبتوش. اتخطبت كم مره؟ اتخطبت ثلاثه والرابعه دي. طيب وانا خايفه عليها اللي هي تمشي او حد يغويها من بره يعني. انت قلتي لي في قبل التصوير انك مش عايزه فلوس. قلت عايزه تسطري بنتك. اه عايزه اسطر بنتي وعايزه اجيب لها كل الحاجه دي. نفسي تجيب لها حاجتها وتسطريها. نفسي اجيب لها حاجتها وتطلع زي اخواتها، عشان انتوا عارفين المسيحيين خايفه اي حد يمشيها يعني في حته. انت ساكنه في حته صعبه انا عارف. اه. فيها مشاكل كتير. كلها مشاكل. ربنا يدبر الامور باذن الله. انا عايز اقول لكم ان قبل التصوير كان في كلام، كانت بتتكلم يمكن الكاميرا هيبه بتخلي الناس ما بتعرفش تقول كل اللي جواها. انا عايز اقول لحضراتكم ان الصور صعبه. جوزك ما بيشتغلش خالص دلوقتي؟ ما بيشتغلش خالص طبعا. قاعد. قاعد زي ما انت قلتي لي، قاعد عند ابوه شويه، قاعد عند اخواته، قاعد في البيت. ايوه. ما فيش شغل، ان طبعا بتر الرجل كامل فوق الركبه. ايوه. ان طبعا انت حكيتي لي قصه العمليه والفلوس اللي ايوه. انتوا كنتوا مستورين وعايشين مستورين. اه الحمد لله. العمليه خدت كتير خدت مننا كتير بصراحه عشان يقف على رجله. رجله دودت وقلتي عفنت. اه. وفي الاخر بتروها. طبعا احنا زي ما سمعنا القصه والمشكله. انا عايز اقول لحضراتكم في صور صعبه قوي. انا مش عارف ان هي ممكن تتذاع ولا لا، شكلها صعب جدا. والبتر فوق الركبه، انتوا قلتي لي عرفتينا ازاي؟ عرفت اللي واحده ساعدتوها وجبتوا لها كل حاجه. واثقه ان ربنا هيتعامل معاكي الايام الجايه؟ واثقه ان ربنا يتعامل معانا ويجيب لي كل حاجه ان شاء الله واجوز بنتي. ست مريم انا بناشد معاكي كل اخواتنا. انا عارفك انك مش عارفه تتكلمي. مش عارفه، انا اول مره اقع في موقف زي ده. اول مره اقع في الموقف ده بصراحه، مش عارفه اتكلم. اكيد الناس اللي شايفاك عذراكي يا رب، وعارفه ان انا شايف انك مكسوفه ومش عارفه تتكلمي، بس كلنا اخواتك، احنا كلنا معاكي. يا رب يخليك. إيه انا بحاول اوضح اللي الناس مش شايفاه بعينها ومستمعاه. اختنا مريم، وزي ما انت قلت انت مش عايزه فلوس، انت عايزه تسطري بنتك. عايزه اسطر بنتي بكل حاجه يا رب. انا النهارده اختم معاكم الحلقه بكلمه الستره. بامر الله. الستره بناتنا. بناتنا اللي بيوجعونا. بناتنا اهم حاجه في الدنيا. اسره عندها بنت عايزه تتجوزها. احنا ربنا بيستخدمنا نفرح اخواتنا. اخواتنا اخوة الرب. الرب عملهم اخواته بالحالي احنا ايه. انا بناشد معانا كل الناس اللي سمعانا وشايفانا. اختنا مريم بتقول لك ساعدني اسطر بنتك، اسطر حفيدتك، اسطر اختك. بنتك واختك وحفيدتك، بنتك واختك وحفيدتك، بنتنا لحمنا ودمنا. خايفة تمشي، مش انها وحشة، مش انها غلط، مش انها لا، ضغوط الحياه، الاغراءات، الفقر. ربنا بيستخدمنا ان احنا نفتح باب خير، باب امل. برنامجنا اولاد الملك هو باب اولاد الملك، باب فتح خير اولاد الملك.
كل حد بيمد ايده احنا غوزنا كتير، انتوا عملتوا كتير، انتوا ساعدتوا في ناس كتيرة، انتوا اللي بتعملوا ده كله، وانا واثق ان احنا مستمرين طول ما احنا موجودين على الارض ان النعمة دي تبقى معانا. اجر كوب ماء بارد لا يضيع. اعزائي المشاهدين، انا بختم معاكم حلقتنا النهاردة في كلمة واحدة، الستر. شكرا لكم.